نعيش في الجنة، ده يوم هنعيش في الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا أسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع يوم في الجنة. الحقيقة اتكلمنا الفترة اللي فاتت عن أعياد المؤمنين في الجنة، شفت قد إيه أعياد جميلة قوي لما تذهب لزيارة ربك سبحانه وتعالى وتسمع كلام الملك سبحانه وتعالى ويخاطبك ويحاضرك محاضرة مخصوصة لحضرتك، وتسمع الملك سبحانه وتعالى وتسمع الملك سبحانه وتعالى هو يقرأ القرآن على أسماع عباده المؤمنين، أعياد كتيرة جدا. ويوم المزيد بقى لما تنظر إلى وجه ربك سبحانه وتعالى، أعياد عظيمة جدا ربنا ما يحرمناش منها. وطول ما احنا في الدنيا في طاعة احنا في عيد، إنما العيد لمن أطاع الله، كل لحظة تمر علينا وإحنا بنطيع ربنا احنا في عيد بفضل الله. ذكرنا بعد أعياد المؤمنين الموقف الجميل اللي هيدور بين المؤمنين وبين المجرمين اللي كانوا بيسخروا منهم في الدنيا، وإزاي إن المؤمنين يوم القيامة بفضل الله هيسخروا من المجرمين كما كانوا يسخرون منهم في الحياة الدنيا. لكن عايز أقول حاجة، إن كل اللي بنقوله دوت وإحنا عاملين بنتكلم عن أشجار الجنة وأنهار الجنة ومتعة الحور العين في الجنة وثمار الجنة وطيور الجنة، كل دوت محتاج شغل، محتاج عمل. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لربيعة سألني شيئا يا ربيعة، قال أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله، ما قالوش عفارم عليك، ما شاء الله عليك عندك علو همة وعندك ما شاء الله حسن مقصد زي الفل، لا ما قالوش كده، لأن لازم في أخذ بالأسباب. ربنا يوم القيامة سبحانه وتعالى لما وضح أن الإنسان المؤمن يوم القيامة سيدخل الجنة، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هي باقي السببية، مش باقي العوض، يعني مش أعمالي تساوي الجنة يبقى الجنة عوض عن أعمالي، لا هي باقي السببية، إن أنا دخلت الجنة بسبب إن أنا عملت أعمال ترضي ربنا فدخلني بها الجنة، بس في النهاية أنا ما دخلتهاش غير برحمته. ليه؟ لأن هو أصلا مين اللي وفقني إن أنا أعبده؟ هو الله. ولما عصيت مين اللي وفقني إن أنا أتوب؟ هو الله. ثم تاب عليهم ليتوبوا، فلما تبت من اللي قبل توبتي؟ هو الله. يبقى في النهاية الفضل كله لله، يبقى لن ندخل الجنة إلا برحمة الله، بس لابد من أخذ بالأسباب. هي السيدة مريم لما ربنا سبحانه وتعالى أمرها وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، طب دي واحدة لسه والدة وتعبانة ونفساء وضعيفة جدا جدا، وربنا قادر يخلي الرزق تحت رجليها في لحظة، طب ليه بيقول لها هزي النخلة؟ طب وهي امرأة نفساء تقدر تهز نخلة؟ طب ده لو اجتمعنا كلنا واحنا 50-60 رجل عشان نهز نخلة ما نعرفش، امال ايه هزي؟ كأن المولى عز وجل بيقول لها خدي بالأسباب، والنخلة دي احنا هنخليها لينة في ايديكي، بس خدي بالأسباب برضو. طب النبي في يوم الهجرة كان ممكن يخرج ويمشي قدام المشركين وربنا يعمى أبصارهم، لكن برضو ربنا بيقول خد بالأسباب، اختبئ وروح واخرج واختبئ في الغار 3 أيام واطلع في طريق مخالف للطريق اللي عارفينه المشركين. أخذ بالأسباب، والأسباب في يقين العبد وفي قلب العبد، يعلم العبد أن الأسباب وحدها لا تنفع ولا تضر إلا بأمر مسبب الأسباب. ربنا سبحانه وتعالى اللي قادر أن يخلي الأسباب تعمل وقادر أن يعطل الأسباب فلا تعمل، لكن إحنا في النهاية مأمورين إن إحنا ناخد بالأسباب. حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم لما بيقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكلي لرزقكم كما يرزق الطير. الطير بيعمل إيه؟ أديكم شايفين طير حوالينا أهو، شوف قد إيه الطير بيعمل إيه، بيقعد في العش بتاعه بيقول يا رب ارزقني أنا بأسبح وبحمدك وبسجد لك، أبدا، تغدو خماصا تخرج وهي بطنها فاضية وتروح بطانا وترجع وهي بطنها مليانة وبقها كمان أكل لأولادها، لكن في النهاية بتعمل إيه؟ لازم تخرج وترجع. ليه؟ أخذ بالأسباب، لازم ناخد بالأسباب عشان ربنا يكرمنا. فإذا الجنة تحتاج إلى عمل. الناس في الدنيا بكل أسف كتير منهم بيحسدوا بعض على أمر الدنيا، لكن قل أن تجد من يحسد أو يغبط، لأن الحسد المذموم هو أن تتمنى زوال النعمة اللي عند أخيك، أما الغبطة هي نوع من التحسد لكن محمود، أن أنت تتمنى أن ربنا يرزقك مثل ما رزق أخاك دون أن تتمنى زوال النعمة من عند أخيك. شوف القلوب الحلوة، الغبطة الحلوة الجميلة، اللي هو واحد بيحفظ القرآن، ختم القرآن أقول يا رب احفظه يا رب بالقرآن واحفظه احفظني انا كمان ويسر لي ان احفظ القران زيه، عرفت ان فلان بيصلي قيام الليل قول يا رب دمها عليه نعمه يا رب وارزقني النعمه دي انا كمان عشان اصلي قيام الليل، اللي هو الغبطه المحموده. النبي صلى الله عليه وسلم يوضح
ان الانسان لما يعوز يحسد الحسد المحمود، وانا لما اتكلم هنا عن الحسد اعرف ان انا قصدي الحسد المحمود، قال ان الحسد مش موجود الا في حاجتين بس. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد الا في اثنتين، والحديث رواه البخاري، قال لا حسد الا في اثنتين: رجل علمه الله القران فهو يتلوه اناء الليل واناء النهار، فقال جار له: يا ليتني اوتيت مثل ما اوتي فلان حتى افعل مثل ما يفعل. والرجل الثاني: رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه على هلكته في الحق، فكان جار له يقول: يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فأفعل مثل ما يفعل. في رواية الترمذي قال: فهما في الأجر سواء. خدت بالك ان الناس النهارده ممكن يكونوا بيتحاسدوا عشان المال والوظيفه والجاه والمنصب وعلو البنيان الى غير ذلك، ويضيق صدره لما يلاقي حد احسن منه. انما في امر الدين ممكن ما يزعلش لو لقى واحد بيصلي خيام ليل اكتر منه، او لو واحد حافظ قران او عنده علم اكتر منه. بالعكس، ده هو ده الحسد المحمود. لما تلاقي حد بيصلي خيام ليل، بيتصدق ما شاء الله، عنده علم جميل بيوصله، عنده، احسده حسد محمود. قول يا رب ديمها عليه نعمه واحفظه ويصلي ان انا كمان ابقى زيه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يعني وسارعوا الى مغفره من ربكم، وسابقوا الى مغفره من ربكم، فاستبقوا الخيرات. سباق، احنا في سباق فعلا، بس سباق لطاعه ربنا مش من اجل علو البنيان في هذه الدنيا. انا عايزك تتعود، وعايزك تتعودي ان احنا نغرس خير على قد ما نقدر. قلت دايما يا جماعه قبل كده ان المؤمن مالوش غير هوايه واحده، هوايته ان هو يجمع حسنات. تعرف في الدنيا تسال واحد هوايتك ايه؟ يقول لك جمع الطوابع، والتاني جمع العمله، والتالت يقول لك هوايتي ما اعرفش اعمل كذا. كل واحد ليه هوايه، واخد بالك؟ انت هوايتك الوحيده جمع الحسنات، اينما وجدت الحسنات فانت موجود، واخد بالك؟ الحسنات منين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تبسمك في وجه اخيك المسلم صدقه. طب نتبسم عشان ناخد صدقات كل الناس اللي شايفينها. طب يعني اعمل ايه تاني؟ اي حاجه، اي خير تعمله هتجني الثمره بتاعته في الاخره. يبقى اوعى تضيع عمرك. طول ما انت ماشي سلم على الناس، ألق السلام على من تعرف ومن لا تعرف. لما تسلم وتقول السلام عليكم ادي 10 حسنات، السلام عليكم ورحمه الله ادي 20 حسنه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته 30 حسنه. يبقى انت تكمل السلام عشان انت طمعان في الحسنات. وهكذا لما تعرف ان اللي يقول بس وهو داخل السوق كده: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لما تعلم ان النبي بيقول لك ان اللي يقول كده له الف الف حسنه وتمحى عنه الف الف خطيئه ويرفع في الجنه الف الف درجه ويبنى له بيت في الجنه، تلاقي نفسك كل شويه. ده كان بعض السلف كان لما سمع الحديث دوت كان يدخل السوق بلا حاجه، يعني هو مش محتاج اي حاجه، يدخل السوق عشان يقول الدعاء ده ويمشي. تخيل حضرتك. وهكذا انت على طول لسانك بيشتغل بذكر الله سبحانه وتعالى، لان هوايتك جمع الحسنات. تسمع ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست لها نخله في الجنه. ايه المشكله؟ ايه اللي معطلني؟ حضرتك قاعد قدامي وانت قاعده قدامي، ما تقولوا سبحان الله العظيم وبحمده، يقينا الان اتغرست لكل واحد فينا نخله في الجنه. خسرنا ايه؟ عمرك استثمره طول ما انت ماشي، طول ما انت قاعد في اي مكان، وانت سايق عربيتك، وانت شغال على المكنه بتاعتك، وانت قاعد في المحل بتاعك. ايه اللي معطل لسانك عن ذكر ربنا سبحانه وتعالى؟ انا اذكر ان كان لي اخ حبيبي صديق، كنت لما عاوز اتكلم معاه في اي موضوع والله يا جماعه كنت الاقي لسانه لا يفطر عن ذكر الله. فلما انا اخلص كلامي هو يبتدي يتكلم، يتكلم عادي، اجي انا اتكلم هو يقعد يذكر ربنا. ففي يوم من الايام قال لي: ان الحمد لله ربنا اكرمني بحاجه اقولها من باب قول المولى عز وجل: واما بنعمه ربك فحدث. قال لي قبل ما انام افضل اذكر ربنا لحد ما انام. فلما انام، وعلى فكره دي احسن طريقه تنيمك، اللي عنده ارق وما بيعرفش ينام وبيقول لك طول الليل سهران مش عارف انام وبجيب منومات ومش عارف انام، اقول لك احلى طريقه تنيمك: اذكر ربنا، الشيطان مش هيسيبك، هينيمك هو بنفسه، هو يخلص لك الموضوع. سبحان الله. قال فقعد اذكر ربنا لحد قبل الفجر بساعه، بقوم بيقول لي اول ما اقوم الاقي لساني لوحده شغال بذكر الله. هذا الاخ انا لا انسى ابدا يوم ما دخل يعمل عمليه جراحيه خطيره في القلب، ودخل قعد في العمليه 5 ساعات، ورحت المستشفى عشان اوصى عليه الاطباء هناك وكده. فالدكتور اللي عمل العمليه لما خرج سلمت عليه: ازيك يا دكتور، عمليه ازي حضرتك، اخبار فلان اخونا ايه يعني؟ قال لي: وحضرتك تعرفه؟ قلت له: طبعا ده صديقي. قال لي: انا ما رايت اعجب من هذا الانسان، من ساعه ما خد البنج لحد الان 5 ساعات لم يفطر لسانه عن ذكر الله. تعالوا نكمل فعل الخير والاخذ بالاسباب، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على الحبيب.
تعالوا معنا نتهنى في يوم هنعيش في الجنة نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لسه قبل الفاصل بقول لك لازم ناخد بالأسباب، وأي فرصة تقدر تغرس فيها خير اغرسه. حضرتك لو تفتكر أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، شوف لما كانت في يوم الهجرة وهي حامل في الشهر السابع يا جماعة، وممكن تقول أنا معذورة، أنا أي جهد عليا ممكن الحمل ينزل. سبحان الله، ورغم ذلك كانت تشق نطاقها نصفين وتحمل الطعام لأبيها ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتمشي وتطلع شوف قد إيه مسافة طويلة جدا في الجبل لحد ما توصل الأكل للرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه يبشرها بالخير، يقول لها في نفس اللحظة أبدلك الله بنطاقيك نطاقين في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. سيدنا حكيم بن حزام، سيدنا حكيم بن حزام انتوا عارفين دار الندوة او دار الندوة، دار الندوة دي اللي كان اهل قريش الكفار الزعماء كانوا دايما يدبروا فيها المؤامرات على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الاسلام والمسلمين. في يوم من الايام دار الندوة ديت وصلت الى ان اشتراها حكيم بن حزام. حكيم بن حزام اسلم بعد 21 سنة من البعثة في يوم فتح مكة. فلما اسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كنت أتحنث في الجاهلية، يعني كان في خير كتير بعمله في الجاهلية، هل ده ما تحسبش؟ قال أسلمت على ما أسلفت من خير يا حكيم. بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم حب حكيم بن حزام أنه يغلق الباب أو يغلق الستار أو يصدر الستار على هذا التاريخ الأسود لدار الندوة، فراح بيعها ب100,000 دينار لواحد من الأثرياء في مكة، رجل برضو يعني إيه مسلم، لكن باعها علشان خلاص بقى ديت ما تروحش لقريش ويدبروا فيها مؤامرات تانية ضد المسلمين. فيعني احد الصحابة له ابن الزبير قال له يعني يا حكيم بعت مكرمة قريش، دي دار الندوة دي حاجة يعني لها مكانة وقدر كده، عاملة مثلا زي مجلس الشعب مش عارف يعني حاجة كده يعني لعظماء الناس اللي كانوا عايشين في قريش. قال أبعت مكرمة قريش يا حكيم؟ قال يا أخي العزيز أو يا أخي ذهبت المكارم كلها ولم يبقى إلا تقوى الله سبحانه وتعالى، أشهدك أني قد بعتها ب100,000 وقد قسمتها على الفقراء لأشتري بها دارا في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. أخذ بالأسباب جميل قوي. سيدنا عثمان بن عفان لما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة كانت مشكلتهم في المدينة ان مفيش اي مية يشربوها الا بئر كانت يملكها رجل يهودي، رجل يهودي ده كان بيبيع لهم المية غالية جدا. ففي يوم من الايام سيدنا عثمان بن عفان اشترى منه نصف البئر. يعني ايه نصف البئر؟ يعني انت تشرب يوم واحنا نشرب يوم، يعني انت تبيع ميتها يوم لليهود اللي انت عايز تبيع لهم، وانا اخد المية يوم للمسلمين. فالمسلمين بعد كده اكتشفوا ان المية مش مكفياهم، بياخدوا مية للنهاردة وتكفيهم لبكرة، فما كانتش بتكفي. فراح عثمان بن عفان ودفع مبلغ كبير جدا جدا واشترى بقية بئر روما وجعلها للمسلمين، واذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يبشره بمثلها واجمل منها مليار مرة في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. الشاهد في الموضوع ان اي خصلة خير قدامك اعملها، زي ما بيقولوا زمان ومشايخنا وعلماءنا علمونا ان كل مسلم على وجه الارض يا جماعة ربنا اعطاه مفتاح من مفاتيح الجنة يقدر يخش بها الجنة. بعد الفرائض وبعد التوحيد وبعد الفرائض اللي احنا بنؤديها، في كل واحد ربنا اداله موهبة معينة او قدرة على حاجة معينة. فلان ما شاء الله عنده قدرة عالية جدا على قيام الليل، دي نوافل. واحد تاني عنده قدرة على صيام النوافل، واحد تالت عنده قدرة على الانفاق، واحد رابع عنده قدرة على الذكر والتسبيح، وكل واحد عنده ربنا مديله حاجة معينة يستطيع ان هو يكون بارع فيها ويكون متفوق فيها. اقعد دور على المفتاح بتاعك، سمعين صوت الطيور الجميلة، حاسين فعلا كأننا قاعدين في الجنة، حوالينا ما شاء الله بلابل وعصافير وحاجات جميلة قوي طايرة حتى في الهواء كده لو الكاميرا جايبها، فعلا حاسين بمكان بيذكرنا بالجنة، ربنا يجمعنا وإياكم في الجنة. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر إن رجل من الناس ممن كان قبلنا من بني إسرائيل أتاه ملك الموت ليقبض روحه، والحديث في البخاري ومسلم، فقال له هل عملت من خير قط؟ قال لا، يعني ما أعلم، يعني ممكن يكون في خيارات بعملها لكن أنا مش متذكر حاجة بالضبط أنت أصدق عليها يعني. فقال له انظر
قال ما أعلم شيئا غير أني كنت أعطي الناس من المال يعني ثم أنظر المعصر وأتجاوز عن الموسر. يعني لما يكون واحد واخد مني فلوس واروح عشان أبعت الغلمان بتوعه عشان يتقاضوا الفلوس ديت فيقول له والله العظيم يا أخي أنا معلش غصب عني الدنيا لسه مزنقة معايا، له خلاص اوعى تاخد منه حاجة. ولما حد تاني يعني يقول له ده أنا يعني والله ما قادر أدفع خالص يقول له خلاص عفوت عنك. فأدخله الله الجنة بالإنفاق، بالإنفاق فقط ربنا أدخله الجنة. وخد بالك من حاجة، وكون أن أقول لك أني حاول تشوف خصلة خير أو مفتاح تخش بيه الجنة، مش لازم تكون مداوم على الخصلة دي، لأن ممكن تكون بتنفق مرة وما تقدرش تنفق التانية. أنت لو عملت ولو خصلة واحدة ابتغاء مرضات الله قد تكون هذه الخصلة سببا في دخولك الجنة. مش حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بيخبر أنه رأى رجلا يتقلب في الجنة في غصن الشوك نزعه من طريق المسلمين؟ الناس بتعدي من طريق وفي غصن الشوك متفرع كده، وكل اللي يعدي يا إما تتقطع جلابيته يا إما يتعور، فلقى الموضوع مؤذي للناس فراح جاب حاجة كده وراح ناشر الشوك دوت وراح بعده عن طريق المسلمين. ده كان سبب في إنه يتقلب في نعيم الجنة. شوف قد إيه حاجة بسيطة جدا جدا، مجرد إنه شال غصن الشوك وإنت ماشي في الشارع لقيت إزازة مكسورة، إيه اللي يمنعك من إنك تشيل الإزازة ديت ولك بها أجر عظيم جدا قد تكون سبب دخولك الجنة؟ يمكن تكون بتصلي قيام ليل وبتصوم وبتعمل خيرات كتيرة جدا وما تكونش دي سبب دخولك الجنة. ويكون سبب دخولك الجنة تخيل ايه، وانت نازل من بيتك ورايح شغلك لقيت طفل يتيم صغير قاعد على جنب بيبكي، رحت مطبطب عليه وماسح على شعره ورحت مديله شوكولاتة غاين، قلت له خد يا ابني ربنا يسعدك يا حبيبي دنيا واخرة، وكلمتين وطيبت خاطره ومشيت. يمكن يكون دي دخل سبب دخولك الجنة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. اوعى تحتقر أي معروف، اعمل أي خير ربنا يقدرك عليه، حتى لو وصل الأمر أن أنت لو ما معكش أي حاجة اتبسم في وشوش الناس. النبي عليه الصلاة والسلام لما ندب المسلمين للصدقة أبو بكر راح بكل ماله، عمر راح بنصف ماله، عثمان دفع 1000 دينار ذهبيا، من الناس من ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ب5 دنانير، ومنهم من ذهب بعنقود عنب، ومنهم من لم يجد شيئا قط وقال اللهم إني أشهدك أني لا أمتلك درهما ولا دينارا فأشهدك أني قد تصدقت بعرضي على كل من سبني أو شتمني أو آذاني فقد عفوت عنهم وأنت أولى بأن تعفو عني. شفت دي أقل القليل إن أنت تكف شرك عن الناس، ان انت لو كفيت شرك عن الناس دي صدقة في حد ذاتها، لان في ناس ربنا يعافينا وعافيك بتتفنن في ايذاء الناس. ربنا يا رب يصرف عنا اذى المؤذيين. انت لو بتنفق وبتعمل خير هتلاقي حجبة الجنة، ملائكة اللي موجودين على باب الجنة بيتسابقوا من اجل ان هم يستقبلوك. والحديث يعني رواه احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم ينفق من كل مال له زوجين في سبيل الله إلا استقبلته حجبة الجنة كلهم يدعوه إلى ما عنده. الله أكبر. يعني أنت لو أنفقت زوجين يعني إيه؟ درهمين، دينارين، عبدين يعني أعتقتهم لوجه الله، أي حاجتين زي بعض، واخد بالك؟ حجبة الجنة يتسابقوا كل واحد منهم يدعوك إلا أنت تدخل من الباب اللي هو واقف عليه. سبحان الله قد إيه حاجة جميلة قوي. ولذلك بقول لكم يا جماعة الفقراء واليتامى والمساكين لهم دولة يوم القيامة. لما تكرمهم في الدنيا واحنا في شهر رمضان، لما تحضروا الشنط الجميله وتدوهم للفقراء، لما تحضروا لهم اكل شرب تدخلوا عليهم السعاده باي طريقه، يوم القيامه ربنا سبحانه وتعالى يقول للفقير لو كان من اهل الجنه واليتيم لو كان من اهل الجنه اذهب فمن وجدته اطعمك في طعمه او كساك في كسوه او سقاك في شربه فخذ بيديه وادخله الجنه. لكن عايز اقول لك حبيبي في الله مهما عملت من اعمال يوم القيامة مهما عشان ما تعجبش بعملك ستحتقر عملك مهما بلغ بجوار ما يعطيه الله عز وجل لك من رحمته. قال صلى الله عليه وسلم
لو أن رجلا خر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما في طاعة الله سبحان الله لحقره ذلك اليوم، ولو أنه ولود أن يرد إلى الدنيا مرة أخرى كيما يزداد من الأجر والثواب. عشان كده كان لازم ناخد بالأسباب، اجتهد كل واحد فينا، ربنا اداله مفتاح يخش بالجنة، اقعد دور في نفسك واقعد دوري في نفسك واجتهد في ان انت تكتر من الفتح من المفتاح دوت ومن الخير دوت عشان ربنا يجعله سبب دخولك الجنة وتقضي أجمل يوم مع النبي في الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا معنا نتهنى في يوم هنعيش في